دونك ايسي باش تربدي معاك خفة وليو تربدي شاسي نواغ، وهذوك لي شاسي نواغ راهم فيهم امراض متنقلة ايتو، دونك نتمنى باش تربدي القفة معاك وليو الشاسي نواغ. في إطار التحضير لشهر رمضان يعني وحماية المستهلك ومن التسممات الغذائية وحفاظا على نظافة البيئة والمحيط، ما يخفى لكمش بلي خلال الشهر الكريم يكون إقبال كبير على الأسواق الجوارية والمحلات التجارية، والمواطن يقتني كل احتياجاته. وخلال هذا نظمنا يوم تحسيسي بالتنسيق مع جمعية البيئة والشباب ومديرية البيئة، من أجل يعني قمنا بحملات تحسيسية عبر الأسواق الجوارية، وكان الهدف منها هو القضاء على الأكياس البلاستيكية السوداء. يعني لاحظنا أن المواطن يقتني احتياجاته في الأكياس، وهذه الأكياس يعود يرميها في المحيط، لذلك تأثر سلبا على نظافة البيئة والمحيط. قمنا اليوم بحملة تحسيسية مع الجمعية، جمعية البيئة والشباب، وأيضا مصلحة البلدية، أيضا الصحة والوقاية، من أجل توعية المواطن وتحسيسه بأهمية يعني النظافة. درنا خرجة وحملة تحسيسية توعوية للمواطنين وللتجار حول وتقسيم يعني قفف اللي يرفض المواطن لي شاسي نواغ الاكياس البلاستيكيه، يرفع قفه ويخرجها معاه لقضاء حوائجه في الاسواق التجاريه. حاجه مليحه للمواطن على البيئه، حاجه مليحه شابه درتوها. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.